قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. كان المساء قد أرخى بدايات ستره على المكان. تركته ومضت إلى تلك السيارة، رآها وهي تختفي سريعا. لما انصرفت ساورته الشكوك التي تطلب منه أن يجلب لها يد ميت. هل هي إنسية أم جنية؟ أحس بالحمى وبما يشبه الدوار. توكأ على مظلته السوداء وبدأ يقرأ من سورة الجن. دخل على أهله ممتقع اللون، ما أن تخطى عتبة البيت حتى ألقى بقفته ومظلته ومضى إلى مضجعه واستلقى. بوزيان وجه من المقبرة. منذ سنوات طويلة لم يعدها، يأتي الطالب بوزيان إلى باب المقبرة الإسلامية المحاذية لحي الملاح بتطوان. كان واحدا من عشرات من الطلبة الذين يترقبون الجنائز أو أيام الجمعة والمناسبات الدينية لقراءة سور من القرآن على القبور أو أثناء الدفن لقاء دراهم يجود بها عليهم ذو الموتى. هي وتيرة الحياة ذاتها يحياها الطالب بوزيان في الصيف كما في الشتاء أو في فصول السنة الأخرى. ما يميز بعض الأيام عن بعضها الآخر ما يقبضه من صدقات المتصدقين حين زيارتهم القبور. جلبابه الذي فقد الكثير من لونه الرمادي بفعل تعاقب الأمطار وأشعة الشمس الساطعة يذكر بأن الرجل الذي يقدر أنه تخطى الستين يتردد على تلك المقبرة منذ زمن بعيد، منذ ما يزيد على 3 عقود. تحتفظ ذاكرته بمراحل عدة قطعها توسع المقبرة. الطالب بوزيان لا أحد يعرف له اسما غيره، يستهل صباحاته التي تبتدئ في حدود 10 بجلوس يستمر حتى آذان الظهر في زاوية من مدخل المقبرة. أحيانا يسمع صوته وهو يقرأ القرآن وكأنه يستظهره، وأخرى لا يكاد يسمع ولكن شفتيه اللتين تتحركان بسرعة تشيان بأنه يقرأ منه ما تيسر له. حين تصل مواكب الجنازات بعد الظهر أو بعد صلاة العصر وبعد أن يصلى عليها تنشط الحركة في المقبرة. يتجمع الطلبة لتلاوة القرآن أثناء الدفن، ويتطوع أحدهم، في الغالب يكون هناك اتفاق عليه، لترديد الأدعية بالرحمة والمغفرة للميت وبالصبر والسداد والنجاح لأهله. وينشط الأطفال والنساء الذين يأتون بقنينات الماء لرش تربة القبر، وهم يفعلون حتى حين يكون الجو ماطرا، ووضع بعض النباتات التي يؤتى بها من قبور أخرى. هناك من يأتي بأحجار ترسم حدود القبر الحديث، ثم يتفرق المشيعون بعد أن يسلم القائم على جنازة الفقيدة أو الفقيد من يراه كبير الطلبة مبلغا من المال. ولكن ذلك لا يعفيه في الغالب الأعم من ملاحقات بعض الطلبة الذين يدعون أنهم لم يتوصلوا بأي شيء، أو بعض من النساء والأطفال الذين يزعمون أنهم سقوا تربة القبر ولم ينلهم شيء من الصدقات. ويتنفس القائم على الجنازة الصعداء حين يتفلت منهم ويخترق باب المقبرة إلى حيث تنتظر السيارات التي جاءت في الموكب الجنائزي. يحدث ذلك كل يوم، ويكون الطالب بوزيان شاهدا دائما على الذي يحدث. في مناسبات زيارة القبور أيام الجمعة قبل صلاة الظهر وفي الأعياد والمناسبات الدينية يكون الضغط أخف على الوافدين من الأحياء، إلا ما كان من نزاع حول تقاسم الصدقات، في مرات يصل الأمر حد الاشتباك بالأيدي. حين تسير الأمور على ذلك النحو لا يكون في الأمر ما يجعل لأيام الطالب بوزيان طابعا مميزا. هي أيام كمثيلاتها تنتهي بعد أن تدفن آخر جنازة بعد صلاة العصر، وفي كل الأحوال قبل مغيب الشمس. يحمل الطالب بوزيان قفته، تلك التي تلازمه منذ سنوات طويلة، بعد أن يحملها من الخبز والتين المجفف الذي يحصل عليه حين يحضر الدفن. يحمل أيضا مظلته السوداء
التي يستعملها للاحتماء من المطر في الأيام الماطرة ومن حر الشمس حين يكون الجو مشمسا. كثيرا ما سمع وهو يشكو عدم قدرته على تحمل ضربات الشمس. يبدو أن الرجل لا يسكن بعيدا عن المقبرة، فلم يشاهد قط وهو يبحث عن وسيلة نقل. لعل مداومته على السير على الأقدام ما أبقى على قامته منتصبة. لا أحد يبحث في الحياة الخاصة للطالب بوزيان، مع ذلك فإن جيرانه في الحي يعدونه رجلا له أهميته حين يتعلق الأمر بالتوسط للحصول على قبر لقريب أو عزيز، يكون الوصول إليه ميسرا وسهلا. ثم إنهم يظنون أنهم إن وافاهم الأجل المحتوم قبله فإنه سيكون من بين آخر المودعين. فيما سوى ذلك، حين تقام في الحي ليال للذكر وتلاوة القرآن، فإن الطالب بوزيان يكون في جملة المدعوين. ذات مساء بينما كان عائدا إلى منزله، استوقفته امرأة في شارع عمر بن عبد العزيز. كانت تدني على وجهها بخمار فلا يظهر منه سوى عينيها. توقف الرجل وأبقى على مسافة بينه وتلك المرأة، خفض بصره وانتظر أن تسأله: هل أنت الفقيه بوزيان؟ أعجبه في كلام المرأة أن دعته الفقيه قليلا ما كان يسمعها. نعم أنا هو، ما الذي تريدينه؟ أريدك في أمر شخصي. ارتبك الطالب بوزيان، ولكن المرأة أسعفته بأن استدركت تقول: أريد منك خدمة. نعم أي خدمة؟ اقتربت منه أكثر ذات الخمار الأسود، وقبل أن تفصح عما تريد بادرته بأنها ستعطيه 1000 درهم إن هو وافق على ذلك. أريد أن أعرف أولا، رد بوزيان. يبدو أن المرأة لمست في نبرته استعدادا للحصول على 1000 درهم. التفتت من حولها ثم اقتربت منه أكثر. أحس بسخونة في أذنيه، همست له: أريد يد ميت. قفز مكانه وتراجع عنها وكأنه في مواجهة مع الجنية، ثم أضافت: لا تتظاهر بأنك لم تفعل ذلك من قبل. الذي أرسلني إليك قال لي إنك الوحيد القادر على ذلك من بين كل أولئك الذين يعملون في المقبرة. هم بالابتعاد عنها وهو يسرع الخطو، ولكنها لحقت به وهي تهدده: إن لم تتوقف فإنني سأصرخ وسأقول للناس إنك حاولت. لم تكمل كلامها وتوقف الطالب بوزيان. رجل في مثل عمره لن يسمح لها بذلك، ولن يتحمل أن يلتف الناس من حوله ويسمع ما تزعمه هذه المرأة. قال لها بصوت سمع بالكاد: إنك شيطانة، إن كيدكن عظيم. هل ستفعل؟ ماذا؟ الكف، أريده بعد أسبوع. التفتت وأشارت إلى سيارة مستوقفة غير بعيد وأضافت: كما ترى لست وحيدة، هم شهودي إن أنت رفضت. سنلتقي قريبا. كان المساء قد أرخى بدايات ستره على المكان. تركته ومضت إلى تلك السيارة، رآها وهي تختفي سريعا. لما انصرفت ساورته الشكوك التي تطلب منه أن يجلب لها يد ميت، هل هي إنسية أم جنية؟ أحس بالحمى وبما يشبه الدوار. توكأ على مظلته السوداء وبدأ يقرأ من سورة الجن. دخل على أهله ممتقع اللون، ما أن تخطى عتبة البيت حتى ألقى بقفته ومظلته ومضى إلى مضجعه واستلقى. كان يبدو خائر القوى. سألته زوجته عن الذي حدث له فلم يجب. ناولته كوب ماء، جبينه يتصفد عرقا. أغفى ولعله نام، لم يستيقظ سوى بعد العشاء. لا يصدق أن يكون صادف حقا تلك المرأة، ولا يصدق أن تكون طلبت منه حقا أن يأتيها بيد ميت، أو أنها عرضت عليه 1000 درهم ليقوم بذلك. كان في حيرة من أمره. نهض من مكانه، توضأ وصلى المغرب والعشاء. بعد ذلك حكى لزوجته وقد أيدته في رفضه ما يطلب منه. في صباح اليوم التالي
أخذ كعادته وجهة المقبرة، وقبل أن يصل إليها توقفت بمحاذاته سيارة. رأى شابا ينزل منها لم يكن قد رآه من قبل، وقد ظنه ترجل من سيارته لأمر يخصه، ثم رآه يقترب منها. لم تكن مطمئنة نظراته، وبلا تقديم أو سبب معلوم أمسك به وهو يحدق في عينيه. لم يحدث له مثل ذلك من قبل. قال له بنبرة كلها وعيد وتهديد: إذا لم تفعل ما طلبت منك فاعلم أن نهايتك ستكون قريبة. تركه وعاد إلى سيارته. استرجع الطالب بوزيان أنفاسه، حوقل واستعاذ بالله من كل الشرور، ثم واصل سيره. في باب المقبرة جلس حيث يجلس منذ سنين طويلة، خيم على كل تفكيره ما حدث له بالأمس مع تلك المرأة، وما حدث له وهو في الطريق إلى المقبرة. لم يرد أن يفضي بذلك إلى أي من الطلبة الذين يجالسونه. فكر مليا في الأمر، هو يعلم أن للقبور حرمة لا ينبغي انتهاكها، ولن يغريه مبلغ 1000 درهم الذي عرضته تلك المرأة التي لم يكن يظهر من وجهها سوى عينيها اللماعتين. حين نودي لصلاة الظهر كان قد استقر رأيه على إبلاغ الشرطة. هو يعلم أن ما تريده تلك المرأة ومعها ذاك الذي جاء يهدده سيتم تسخيره في عمل من أعمال السحر. سبق له أن سمع الكثير من تلك القصص التي تسخر فيها أجزاء من الموتى أو أكفانهم في أعمال سحر وشعوذة. لا شك لديه في أنهم يراقبونه. صار كل المرة لديه وكل السيارات عيون تراقبه أن يذهب إلى مركز للشرطة. مساء ذلك اليوم لما عاد إلى منزله أخذ قطعة من ورق ودوات وقلما وكتب كل الذي حدث له. وضع الورقة في ظرف وطلب من زوجته أن تحملها إلى مركز الشرطة، ولم يكن يبعد كثيرا عن سكنه. تملكه الارتياح وهو يفعل، لم يتوقع أن يحصل على جواب. ما يهمه أن يكون في علم الشرطة أن هناك من يحاول ابتزازه. في الغد سلك الطريق نفسها التي يسلكها منذ سنين طويلة، لم يعترض سبيله أحد. وبينما كان في مكانه في باب المقبرة يقرأ ما تيسر له من القرآن، جاء إليه رجل، اقترب منه ثم أسر إليه بأنه من الشرطة وأنه جاء بعد الاطلاع على تلك الرسالة التي بعث بها. كان مع الرجل كيس من البلاستيك سلمه إليه وهو يقول له إنما بداخله يد دمية من البلاستيك، عليه أن يسلمها إلى تلك المرأة. يفصله عن الموعد الذي حددته 5 أيام. قال له الرجل إنه سيكون تحت مراقبة رجال من الشرطة. على مدى كل تلك الأيام لم يعترض طريقه أحد. ثم حل اليوم المعلوم. بعيد العصر بعد أن حضر دفن ميت غادر المقبرة. كان قد قطع 200 متر أو نحو من ذلك من الرصيف المقابل. جاء يسرع نحوه شابان، أحاط به ودفعاه إلى جدار منزل. لم يكن بينهما الذي استوقفه في المرة الماضية. بادره أحدهم: أين هي الأمانة؟ كان الآخر يلتفت من حوله: هي معي، هاتها. أين 1000 درهم؟ هاتها. كان الذي يطلب منه كف الميت مصمما على المضي إلى أبعد من التهديد. وحين أدخل يده في قفته لإخراج الكف توقفت غير بعيد منهم سيارة، وسرعان ما نزل منها رجلان جاء يجريان نحوهم: نحن من الشرطة. رفع الرجلان اللذان كانا يحيطان بالطالب بوزيان أيديهما ولم يقاوما. حين الاستماع إليهما حاول في البداية نفي صلتهما بتلك التي طلبت يد الميت، ولكنهما اضطرا إلى الاعتراف لاحقا بأنهما والمرأة التي اعترضت سبيل الطالب بوزيان قبل أسبوع ينتمون إلى عصابة من المشعوذين كانت تنشط في مدن أخرى. وانتقلت حديثا إلى تطوان. باب الخميس فضاء مفتوح للعابرين. من ذا الذي يتوقف عند هذا الشاب الذي يمضي أوقاته جيئة وذهابا
في طريق سيدي العربي. بيتر ودانت كان أبو صندالة خلال كل تلك السنين يأوي إلى بيت خرب في أعماق درب العفو. لم يكن الجيران ينزعجون من وجوده هناك، بل إن منهم من كان يعطيه بعض الطعام من حين إلى آخر، ومنهم من كان يمنحه اللباس. بعيداً عن سيدي بولعلام، من الوجوه المألوفة في باب الخميس بتارودانت شاب يبدو من مظهره أنه مجنون، والواضح أن الناس هناك في باب الخميس ألصقوا به تلك الصفة إذ لم يكن يكلم منهم أحداً. حين يتحدثون عنه فإنهم يذكرون المجنون وأبو صندالة، لا يأتي أحد على اسم له يعرف به كآخرين من الناس، وإنما هي صفة المجنون وكنية بوصندالة لأنه لم يكن يغير حذاءه الصيفي على مدار العام. باب الخميس فضاء مفتوح للعابرين، من ذا الذي يتوقف عند هذا الشاب الذي يمضي أوقاته جيئة وذهابا في طريق سيدي العربي؟ حين يأتي المساء يشاهد بوصندالة يسلك شارع إبراهيم الروداني قبل أن تبتلعه أزقة درب العفو لتلفظه في صبح اليوم التالي. يظن كثيرون أنه يسكن هناك، في النهاية ما الفائدة في أن يعرف مأوى هذا المجنون؟ ثم أليس هناك مجانين سواه؟ كذلك كانت تمضي أيام بوصندالة، حياة مجالها باب الخميس وطريق سيدي العربي ثم شارع إبراهيم الروداني وأزقة درب العفو، المسالك ذاتها يعبرها كل يوم هذا الشاب الذي يبدو أنه لم يبلغ 30 بعد، لا تغيرها الفصول ولا المواسم. أحياناً يعترض سبيله شبان أو يافعون، منهم من يحاول أن يبدي قوته فيحاول أن يلقي به أرضاً، ومنهم من يحاول أن يستولي على تلك الدريهمات التي يقبضها من المحسنين. لم يكن يتسول، ولكن المارة يشفقون لحاله فيعطونه بعض الدريهمات لشراء ما قد يحتاج إليه من طعام. لم يكن به بكم ولا صمم، وقليلا ما رد على من يحاول الإمساك به، يتفلت ثم يواصل السير. كان في جملة من يكثرون اعتراض سبيل بوصندالة شاب اسمه أحمد علي، وكان معروفا في باب الخميس بعدوانيته. قبل عامين في العام 2007 طرده أبوه من البيت لما ضاق به ذرعا، لم يفلح في الدراسة ولا في التجارة، وصار يتزعم مجموعة من المراهقين واليافعين. صباح 20 أبريل من العام 2009 في حدود 8 صباحا كان أحمد علي في باب الخميس. يومها لم يتأخر بوصندالة عن موعده، جاء وفي يده كيس بلاستيكي به قطعة خبز، وما أن بلغ بمحاذاته حتى انقض عليه أحمد علي وأمسك بملابسه بإحكام. على بعد بضعة أمتار وقف الحاج تامي في باب دكانه يراقب الذي يحدث. كان بوصندالة يحاول صامتا أن يتفلت من قبضة أحمد علي الذي كان يقهقه وهو يقاوم محاولات بوصندالة. لحق به في تلك الأثناء 3 أو 4 من أولئك المراهقين الذين يلازمونه، انخرطوا معه في الضحك، باغت أحدهم بوصندالة وانتزع منه الكيس البلاستيكي المقلم وابتعد بضعة أمتار، فتحه وصار ينظر ما بداخله. أدخل تصرفه ذاك بوصندالة في حالة هيجان لم يعهدها فيه من قبل الذين ألفوا حركة ذاك الذي ينعت بالمجنون في باب الخميس ومحيطها، ثم تفلت من قبضة أحمد علي الذي سقط أرضا وهو يحاول الإمساك بالمجنون. ضحك الحاج تهامي ولما رآه ينهض دخل إلى دكانه، يعلم أن أحمد إذا ما رآه يضحك فسوف يهاجمه في دكانه ويفرغ عليه ما هو فيه من غضب. أما بوصندالة وكان ذا بنية قوية، فإنه ما أن تحرر من قبضة أحمد علي حتى انقض على الذي أخذ منه كيسه البلاستيكي، كان يصرخ وهو يقول كلاما غير مفهوم، كذلك كان يعلن غضبه. حاول اليافع أن يتراجع ولكنه سقط أرضا وارتطمت مؤخرة رأسه بصخرة كانت هناك. اهتز جسمه قليلا ولكنه لم يقوى على النهوض.
انحنى بوصندالة واسترجع كيسه المقلم ومضى يتبع طريق سيدي العربي لا يتلفت، وما لبث أن اختفى. هم أحمد علي باقتفاء أثر المجنون، ولكنه تراجع لما رأى رفيقه ملقا على الأرض لا يتحرك. اقترب منها ولاحظ بقعة دم على مؤخرة رأسه، حركه، كلمه همسا ثم صراخا، ولكنه لا يجيب. أسرع أحدهم يعبر الطريق مقبلا وفي يده بصلة شطرها نصفين. كان يظن كما الذين بدأوا يتحلقون أن الفتى إنما أغمي عليه. مرر شطر البصلة بمحاذاة أنفه، قال صوت لم يرى وجه صاحبه إنه لن يلبث أن ينهض. في تلك اللحظة كان أحدهم يقول إن الفتى قد مات. صاح أحمد علي يقول إن الذي قتله هو المجنون بوصندالة. جاء أحدهم إلى دكان الحاج تهامي وكان ممن تحلقوا حول ذاك الواقع أرضا، قال إن المجنون بوصندالة قتله. نظر الحاج تهامي في عيني الرجل وسأله: وهل رأيته يقتله؟ بدا وقد أربكه السؤال. لم ينتظر الحاج تهامي رده وقال إنهم اعتدوا عليه، لم يضف شيئا آخر. ناول الرجل قنينة الزيت التي جاء في طلبها. في الخارج لاحظ الحاج تهامي وصول سيارة للشرطة ثم سيارة إسعاف. تفرق الجمع بعد أن حملت جثة اليافع، وظل الفضوليون من رواد باب الخميس يتحسسون الأخبار. مر يومان قبل القبض على بوصندالة. لم يكن ذلك صعبا، فالشاب الذي ينعتونه بالجنون ظل محتفظا بإيقاع حياته اليومية ولم يبرح ترودانت، بل إنه لم يستبدل فضاء باب الخميس بفضاء آخر. في الشهادات التي استقتها الشرطة تكرر وصف المجنون وبوصندالة، ولم يرد ذكر لأي اسم آخر. لم يكن أي من الذين تم الاستماع إليهم يعرف من يكون بوصندالة حقا. ظل ساعات طوالا مطرقا ممسكا عن الكلام. كان البحث قد أفضى إلى تحديد هوية القتيل. اسمه عبد الواحد بن المداني، في 17 ينحدر من حي الجزارة، كان والده نجارا. ثم تم الإمساك بأحمد علي الذي دلت كل المعلومات على أن بن المداني كان في جملة الفتية الذين يلازمونه. قال إنه كان شاهدا على الذي حدث، وإن المجنون هجم على صديقه فجأة وقتله. قال وهو يحلف إنه لم يتدخل. في اليوم الثاني لوجوده في مركز الشرطة نطق المجنون، وقد فاجأ بنطقه المحققين. قال إنه لم يقتل أحدا، وإن الذي مات سقط على الأرض عندما حاول الهرب بالكيس الذي به قطعة الخبز. لم يقل شيئا آخر، ولكن الذين تولوا البحث تفاءلوا. أن ينطق بوصندالة يعني أنه سيدل على مكان سكناه وسيكشف أشياء كثيرة تخص حياته. لا يبدو الشاب مجنونا كما يقال عنه، وربما كان يتظاهر بالجنون لإخفاء سر ما في حياته. شهادة وحيدة جيء بها من باب الخميس تعزز ما قاله المجنون، فقد أبلغ الحاج تهامي الباحثين بأن أحمد علي اعترض طريق بوصندالة قبل أن يلتحق به بعض الفتية الذين يتزعمهم، وإن أحدهم انتزع من المجنون كيسه البلاستيكي، ولما هم باسترداد الكيس سقط وهو يتراجع، ارتطم رأسه بالصخرة. حين تقديمه إلى النيابة العامة كشف بوصندالة عن اسمه أو ما اتخذه اسما. يصعب التحقق من ذلك لأنه لم يكن يتوفر على بطاقة تعريف وطنية. قال إن اسمه البشير بن المعطي، وإنه جاء إلى تارودانت قبل سنوات بعيدة لا يذكر عددها. علم منه أيضا أن عائلته تسكن في سيدي بوعلام، وأنه لا يرغب في العودة إليها. في تارودانت كان بوصندالة خلال كل تلك السنين يأوي إلى بيت خارب في أعماق درب العفو. لم يكن الجيران ينزعجون من وجوده هناك، بل إن منهم من كان يعطيه بعض الطعام من حين إلى آخر، ومنهم من كان يمنحه اللباس. الزيارة التي قامت بها الشرطة إلى ذلك البيت لم تمكن من العثور على ما يفيد بأن ذاك الذي كان يلقب بالمجنون يمثل مصدر خطر ما.
لما سئل عن سبب رفضه العودة إلى عائلته هناك في سيدي بولعلام أمسك عن الكلام. لم يكن يخامر ذاك الذي سأله شك في أنه سيتكلم وسيفضي بالسر، سينتظر. في بريق عينيه يقرأ الخوف، ولكن مما هو خائف؟ بعد ساعة عاد إلى الكلام، قال إنه فر من منزل والده لما بالغت زوجة أبيه في قساوتها. كان الولد الوحيد لأمه التي ماتت لما كان طفلا دون الخامسة. تزوج والده من امرأة وعادته بأن تعتني بولده، ثم لما رزقت منه الولد صارت تمعن في ضربه وتعنيفه. يذكر أنه حاول مرة أن يشكو ما يعانيه إلى والده، ولكنه لم يعر شكواه اهتماما يذكر. الذي كان يستمع إليه لم يشك لحظة في أن ما يقوله البشير ذاك الذي كان يلقب بالمجنون وببصندلة يشبه حكايات كثيرة ولا يختلف عنها إلا في بعض من التفاصيل. كان عليه أن يقوم بأعمال لا يقوى على القيام بها إلا الكبار، وكانت زوجة أبيه في غياب والده تبعثه إلى نبع الماء بعيدا عن الدوار فيعود منهك القوى. وكان عليه أن يرعى بضعة أغنام وثلاث بقرات، يمضي يومه على كسرة خبز وماء. ولما رأى إخوته الذين يصغره أكبرهم بخمس أو ست سنوات يستعدون للذهاب إلى المدرسة وقد حرم منها قرر الرحيل. كان في العاشرة أو أكثر من ذلك بقليل. يذكر أنه مشى يوما وليلة، توقف بالشعاب، الطريق لا تنتهي، وما كان يظن أنها ستنتهي إلا لما وصل إلى زاوية بوزرقتون. كثيرا ما سمع الكبار يأتون على ذكرها في أحاديثهم، ولقد وضع لها في مخيلته صورة سرعان ما اكتشف أنها لا تتطابق تماما مع حقيقة المكان. يظن أنه مكث هناك ما يزيد على الشهر، لا يدري إن كان والده بحث عنه، إلى الآن لا يدري. ما يهمه أنه أفلت من تلك المرأة زوجة أبيه. مرت الآن سنوات طوال، لعلها 20 أو ما يقرب منها، ولم ينس معاناته تلك. لقد أجبرته على الرحيل وعطلت حياته بالرغم من أنه كان بعيدا عنها. تم تقديم البشير بن المعطي إلى النيابة العامة بتهمة القتل غير العمد. ظل يؤكد أنه لم يقتل ذاك المراهق عبد الواحد بن المداني. حكم عليه بالسجن عامين. لما أنهى عقوبته وقد كانت فرصة تعلم خلالها النجارة كما استفاد من دروس في محو الأمية، اكتشف أن التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي في سيدي بولعلام أفضت إلى أن لا أحد سأل عنه لما اختفى. علم أيضا أن والده توفي منذ 5 أعوام، وأن إخوته وكانوا 3 أولاد وبنتا واحدة غادروا سيدي بولعلام إلى أسفي. رحل عن تارودانت وقرر أن لا يعود، يعتبر الآن أن المجنون بوصندالة صار ذكرى بعيدة، ويود لو أنها تبتعد كل يوم أكثر. اقترب أنطونيو دورو أكثر من ماريا. قال إن بيبي السكير كان يعيش في سطح منزل في شارع سانتا لوسيا. لم يكن خبرا جديدا بالنسبة لماريا. أضاف أنطونيو وهو يمرر كفه الأيمن على كفه الأيسر الممسك بأعلى العصا التي يتوكأ عليها، أن بيبي كان الوريث الوحيد لشقيقته فلور التي كانت تملك ذلك المنزل، وأنه بسبب رافائيلا محبوبته التي تركته أغرق في الخمر وصار مدمنا كما يعلم الجميع. لم يكن يبذل أي جهد للاعتناء بذلك المنزل الذي كان جميلا فيما مضى. بيبي السكير في ساحة سيرفانتيس في باداخوس. حين يكون الجو صحوا والحرارة منتعشة، يأتي المسنون رجالا ونساء يجلسون على الكراسي الحديدية التي ثبتت على محيط الساحة. أزواجا وفرادا يأتون للاستمتاع بدفء الشمس. الطاعنون في السن الذين تقدم بهم العمر يجلسون وهم يتوكؤون على عصيهم وينظرون إلى الأرض. في ساحة سيرفانتيس الخطوط السوداء والبيضاء التي تؤثف أرضية الساحة في تناوب وتعرجات لا تنتهي تمضي بعيدا بالعين
وبالخيال أيضا. منذ بضع سنواتنا الآن صارت ماريا ألونسو تأتي وحيدة إلى الساحة. من قبل كان يرافقها زوجها ميغيل ألونسو. تجلس كما كان يجلسان ساعة من العصر تتأمل الفضاء وتستمتع كما آخرين بدفء الشمس. بعد العصر لما تقترب الشمس من المغيب يملأ المكان أزواج وأطفال يجرون في كل الاتجاهات وهم يصيحون ويضحكون. شخص واحد يبقى هناك وكأنه ملتصق بالكرسي. يبدو في السبعين، البدنة التي به تشي بحالة صحية متدهورة. ينادونه بيبي، كان سكيرا. كلما رأى أحدا أطلق صوته الأجش بالغناء، يكرر الأغنيات ذاتها، تلك التي تحضر فيها من قيل إنها محبوبته، تلك التي يسميها رافائيلا. بين مقطع وآخر من حقيبة جلدية قديمة يخرج قنينة خمر يشرب منها ثم يبادر بإغلاقها وإعادتها إلى مكانها. عصاه التي يتوكأ عليها تزينها بضع ريشات لا أحد يدري من أين أتى بها، وحلقات من شريط لاصق أصفر وأحمر. ومع أنهم قليلون الذين يجرؤون على محاورته، فإنهم كثيرون أولئك الذين ابتدعوا الحكايات عن ماضي بيبي. بين كل حكاية وحكاية تباين واختلاف في كثير من التفاصيل. خلال فصل الشتاء حين يكون الجو باردا وماطرا، وحين تغيب الشمس عن باداخوس مددا تطول، يتوارى بيبي عن الأنظار. في مثل تلك الأيام تخلو ساحة سيرفانتس ويقفل الكشك الذي يبيع الصغار الحلوى. وحدها اليمامات المعششة في أسطح المباني المحيطة بالساحة تنزل بين فينة وأخرى تلتقط حبات قد تكون أغفلتها في مرات سابقة. تسكن ماريا ألونسو في شارع ترينيداد في الطابق الأرضي من المنزل الذي يحمل الرقم 13. هناك أمضت السنوات الأحلى من عمرها مع زوجها الراحل، وهناك رأت ابنتهما الوحيدة مارينا نور. هي الآن في برشلونة مع زوجها وأبنائهما الأربعة. منذ بضع سنين تباعدت زياراتها لوالدتها. تلتمس ماريا العذر لابنتها في مشاغلها المتعددة، عملها في مكتب للمحاماة واعتنائها بأبنائها. كل الذين تتعامل معهم يعرفون تفاصيل كثيرة عن حياة ابنتها تلك، ولذلك كلهم يسألونها كلما التقوها عن مارينا، بل إن منهم من يسألها عن أحفادها الأربعة ويذكرهم بأسمائهم. كان يروقها ذلك، وكلما سئلت عنهم وعن أحوالهم أجابت وأفاضت في التفصيل، ثم تظهر على وجهها علامات الارتياح التام. في الحقيقة لم يكن لدى ماريا ولا أمثالها من الطاعنين في السن مواضيع كثيرة يخوضون فيها. جميعهم لا يفوتون قداسات الأحد في الكنيسة ولا الاحتفالات الدينية التي تقام في باداخوس كما في بلدات إسبانية عديدة. ذات صباح من أبريل من العام 95-900 ذاع بين رواد كراسي ساحة سيرفانتس خبر النهاية المأساوية لبيبي. قال الذي جاء بالخبر إنه اكتشف ميتا في الغرفة التي يسكنها في أعلى منزل في شارع سانتا لوسيا. كان قد فارق الحياة منذ 3 أيام على الأقل. لم يخلو الحديث عن موت بيبي من مزايدات. كان أنطونيو دورو المتقاعد من الحرس المدني هو من أبلغ ماريا الخبر. التقاها عصرا في ساحة سيرفانتس. ينبغي القول إن أولئك المسنين الذين دأبوا على القدوم إلى تلك الساحة صاروا يتعارفون فيما بينهم ولا يترددون في الحديث عن مواضيع شخصية وأخرى تهم الحي أو أناسا يعرفونهم، كما هو حال بيبي السكير. جميعهم يعرفونه، ولكنهم لا يعرفون كل شيء عن حياته، ولم يكن ليتسنى لهم ذلك مع رجل كان يمضي كل أيامه سكرانا يتغنى بمحبوبته رافائيلا التي تركته. إلى أين؟ لا أحد يدري. ولكن أنطونيو دورو الذي يبلغ من العمر 72 سنة يزعم أنه يعرف الكثير عن السكير. أن يجاهر بذلك
على مسمع من رواد ساحة سيرفانتيس، فذاك يضفي على ما يدعيه بعض المصداقية. ثم إن الذين ينصتون إلى ما يقول لا يغفلون أنه أمضى سنوات طويلة من عمره في سلك الحرس المدني، ونظرا لذلك فإنهم يفترضون أنه يعرف كل شيء، وقد سبق له أن حكى لبعضهم فيما مضى من أيام عن حوادث تابع وقائعها هناك في بداخوس. اقترب أنطونيو دورو أكثر من ماريا. قال إن بيبي السكير كان يعيش في سطح منزل في شارع سانتا لوسيا، لم يكن خبرا جديدا بالنسبة لماريا. أضاف أنطونيو وهو يمرر كفه الأيمن على كفه الأيسر الممسك بأعلى العصا التي يتوكأ عليها أن بيبي كان الوريث الوحيد لشقيقته فلور التي كانت تملك ذلك المنزل، وأنه بسبب رافائيلا محبوبته التي تركته أغرق في الخمر وصار مدمنا كما يعلم الجميع. لم يكن يبذل أي جهد للاعتناء بذلك المنزل الذي كان جميلا فيما مضى. كل ما قام به بعد أن آل البيت إليه أنه أجر الطابق الأرضي وبعده الطابق الأول. قبل فترة رحل الذين كانوا يسكنون هناك لأنه لم يقم بالإصلاحات الضرورية. كانت ماريا وهي تصغي لما يقوله أنطونيو دورو تتساءل عمن سيكون وريث بيبي السكير، وقد مضت بتفكيرها إلى رافائيلا تلك التي منفك يتغنى باسمها وهو يغرق كل يوم أكثر في الإدمان على الخمر. ولأن الفضول بلغ لديها مداه، فقد قاطعت رجل الحرس المدني المتقاعد وسألته عمن سيرث بيبي. رد عليها بسؤال لم يخل من نبرة تحد: من تظنين؟ رافائيلا، قالت، ألم يمضي كل تلك السنوات من عمره يلهج باسمها؟ ضحك أنطونيو: هل صدقت حكاية رافائيلا التي كان يتغنى بها؟ كيف لا أصدق؟ ألم يكن يفعل؟ بلى كان يفعل. ابتسم الشرطي المتقاعد وأكمل حديثه وكأن ما قالته ماريا لم يكن لديه مكان للاحتفاظ به. اسمعي سيدتي، صحيح أن بيبي كان يتغنى بتلك التي كان يسميها رافائيلا، ولكن ما ينبغي أن تعلميه أن تلك المرأة لم يكن لها وجود يوما ما إلا ما كان من حضورها في مخيال السكير. عاد ليضحك. قاطعته ماريا تسأله وكل غايتها أن تحصل منه على ما يشفي فضولها: ومن ذا الذي أخبرك بأنها لم توجد إلا في خياله؟ في مرات سابقة، قال أنطونيو بحماس أكبر الآن، قلت لك وللآخرين إن هناك الكثير من الأمور التي لا ينبغي الحكم عليها من جانبها الظاهر فقط. أنتم، وقالها بنبرة الخطيب الذي اعتلى منصة، أنتم تتسرعون في النطق بالأحكام، وكثيرا ما تكون لديكم أحكام جاهزة. قد طب الرجل جبينه، لعله خال نفسه في مكتب الحرس المدني لما كان في الخدمة في تلك السنوات الخوالي. ما الذي تعرفينه عن بيبي؟ خال أنه سكير يلازم كراسي ساحة سيرفانتيس. لا تعرفين أي شيء عن الرجل وعن ماضيه. منذ قليل ولم يكن لديك علم أخبرتك أنه كان الوريث الوحيد لشقيقته، وأن البيت الذي كان يشغل غرفتين في سطحه كان ملكا له، أليس كذلك؟ حركت ماريا رأسها موافقة، وقد أعجب ذلك أنطونيو الذي نهض من مكانه متوكئا على عصاه ووقف في مواجهتها. في تلك الأثناء التحق بحديقة ساحة سيرفانتيس مانويل وزوجته أليخاندرا. كانا معا يعملان حتى إحالتهما على المعاش في شركة النقل السككي. رد أنطونيو عليهما التحية بسرعة وواصل عرضه حول ماضي بيبي. لم يتطلب الأمر جهدا من الزوجين اللذين وصل لتوهما كي يعلم أن الحديث عصر ذلك اليوم حديث عن بيبي السكير. قال أنطونيو إنه عرف الرجل قبل 40 عاما، يعلم أن لا أحد ممن ينصتون إليه سيجرؤ على سؤاله عن أي من التفاصيل، ولعله بالتذكير بذلك قطع الطريق عن كل سؤال محرج. منه علم المسنون الثلاثة أن بيبي لم يكن سوى لقبه الذي عرف به، وأن اسمه الحقيقي جابرييل مونتانيا.
شده الثلاثة وهم يكتشفون ذلك السر الذي فاه به أنطونيو. كانوا يترقبون منه المزيد ولم يدع انتظارهم يطول. قال: اعلموا أن جابرييل كان يملك عدة قوارب للصيد في موتريل، وكان يتربع على ثروة هامة. نسيت أن أذكركم بأنه ورث جزءا منها عن والده، ولكنه بسبب تعاطيه القمار أضاع جزءا كبيرا من تلك الثروة. ما كان قد بقي لديه فوته بعقود دفع للتوقيع عليها أثناء جلسات خمر ماجنة لحساب امرأة كان قد وقع في حبها. لعله توقع أن يقول المنصتون له إنها رافائيلا، ولذلك استبق ردهم ذاك وقال: لا، ليست رافائيلا، التي كما قلت لكم لم يكن لها وجود سوى في مخياله. ولأنه يعلم أن الفضول ينهش الثلاثة من الداخل، لم يرغب في إفساد استمتاعهم بالقصة. قال لهم إن تلك التي ذهبت بما كان قد بقي لديه من ثروة لم تكن سوى بائعة هوى أوهمته بأنها حملت منه. لما تفطن إلى كذبها اكتشف أنه لم يعد يملك شيئا. لا تسأل عن الذي سيرث منزل شارع سانتا لوسيا، فقد تظهر في الأيام القادمة وصية تحمل اسم سعيد الحظ ذاك. كانت الشمس تنزع إلى المغيب، تراجعت درجات الحرارة، نهض المسنون الأربعة من كراسي ساحة سيرفانتيس ومضوا يتوكؤون على عصيهم يحلمون ببقية لقصة بيبي سكير. لم ينس طعم ذلك السندويش إلى الآن، يتذكره بملوحته الزائدة التي خفف منها المشروب الغازي. رأى عباس يسرع بصحون الشاورما إلى زبائن على بعد ثلاث طاولات، وسمعه يتكلم الإسبانية. يعلم أن عليه أن يتعلم هو أيضا الإسبانية إن هو أراد أن يصل إلى حل سريع لمشاكله. لا ينكر الشاب أنها لن تكون مهمة يسيرة. مضى بتفكيره يحلق بعيدا. جاء عباس إليه بعد أن سلم زبائنه ما طلبوه، جلس على كرسي إلى جانبه. تمثال من نحاس. في العام 97-900 كان جمال بوعنقة واحدا من نحو 50 مهاجرا سريا تمكنوا من التسلل إلى الضفة الإسبانية. حكى أنه كان وقتها في 22، وكان معه 5 جزائريين مثله وأفارقة من بلدان إفريقيا ما جنوب الصحراء. لما بلغوا اليابسة تفرقوا مجموعات صغيرة من 3 أفراد حتى لا يثيروا إليهم الانتباه. كان جمال بوعنقة كالآخرين ممن كانوا معه في مغامرته تلك يظن أنه بلغ الإلدورادو الذي طالما حلم به، وأنه سوف يعمل سريعا على تسوية وضعيته القانونية، وسيعود إلى مستغانم ليفي بوعده لزينة حبيبته التي قالت له إنها ستنتظره. يذكر الرجل الذي يقف الآن على مشارف الأربعين أنه سريعا أدرك أن الأمور لن تكون باليسر الذي تصوره، إذ ما لبث أن تفرقت مجموعته وانتهى به المسار إلى إشبيلية. يتذكر تلك الأيام ويقول إنه كان من حسن حظه أنه وصل في عز الصيف. المبيت في الحدائق العمومية لا يكلفه شيئا، ولم يكن يحتاج إلى غطاء، وإنما هي حقيبة ظهره الصغيرة يتوسدها وينام. أثناء تجواله في إشبيلية وقع على مطعم شعبي غير بعيد عن مسجد إشبيلية الذي يسمونه اليوم الكاتدرائية. الجوع الذي أحسه قاده إلى باب المطعم عل أحدهم يطعمه، وقد كانت مفاجأته كبيرة لما اكتشف أن الذي يتولى الطهي وتقديم الوجبات للزبائن ينادونه عباس. لم يعد لديه شك في أنه وقع على مطعم لأحد المغاربيين. انتظر الرجل حتى وضع صحنا به لحم مشوي على طاولة جلس إليها رجل وامرأة، ولما أقبل تقدم نحوه وقال له بلهجة مغاربية: اسمح لي يا ابن عم، أنا جائع. لم يضف شيئا آخر، نظر إليه ذاك الذي ينادونه عباس متفحصا وجهه. هيئته تدل على أنه متسلل وأنه مهاجر سري. وقبل أن ينطق بكلمة يرد بها عليه
مضى إلى حيث كومة اللحم تدور وتشوى على موقد كهربائي، وأعد له سندويشا وضع به قطع لحم وبصلا وصلصة، ثم ناوله إياه. أمسك جمال بالسندويش وهو يردد شكره بلا توقف. سأله عباس الذي يزيد شارباه الكثان تقاسيم وجهه قساوة إن كان يريد مشروبا. لم يرفض الشاب العرض، وهو يقدم له قنينة مشروب غازي. سأله: من أين أنت؟ من الجزائر، من مستغانم. متى وصلت؟ قبل أسبوع أو أكثر بقليل. لم أجد عملا وأنام في الحدائق العمومية. نظر إلى السندويش، دعاه عباس إلى الجلوس على كرسي غير بعيد عن الموقد وقال له: تناول سندويشك، بعد ذلك سنتحدث. ابتسم جمال وحرك رأسه موافقا. لم ينس طعم ذلك السندويش إلى الآن، يتذكره بملوحته الزائدة التي خفف منها المشروب الغازي. رأى عباس يسرع بصحون الشاورما إلى زبائن على بعد 3 طاولات، وسمعه يتكلم الإسبانية. يعلم أن عليه أن يتعلم هو أيضا الإسبانية إن هو أراد أن يصل إلى حل سريع لمشاكله. لا ينكر الشاب أنها لن تكون مهمة يسيرة. مضى بتفكيره يحلق بعيدا. جاء عباس إليه بعد أن سلم زبائنه ما طلبوه، جلس على كرسي إلى جانبه. بالصحة. كان الشاب يقترب من الانتهاء من التهام السندويش لما فاجأه بسؤاله إن كان يرغب في العمل معه. يذكر جمال أنه وقف لا يدري بما يرد. استرسل عباس بأنه يستطيع تشغيله سرا وأن يوفر له مكانا ينام فيه. كان ذلك أول عمل لجمال منذ أن وطئت قدماه التراب الإسباني. أمضى مع عباس 8 أشهر، كان خلالها قليلا ما يغادر خلفية المطعم حيث كانت مهمته تقطيع اللحم وإعداد بطاطس الفريت، ثم اكتشف أن حالته تشبه الاستعباد. الأيام كشفت له وجه عباس رب العمل، كان رجلا قاسيا. خلال تلك الأشهر 8 كان بين فينة وأخرى يرى جزائريين ومغاربيين يمرون من مطعم عباس. من بين الزبائن مينا الجزائرية. ذات مرة في غفلة من عباس اقترب منها وقال لها إنه يريد الخلاص من ذلك المحل. كان من خلال ما كان يتناهى إلى سمعه من أحاديثهم قد استشف أنها تعيش وحيدة، وقد تكون المرأة 40 أعجبت بشكله، وعدته بأنها سترى إن كان بمقدورها أن تساعده. لم يكن جمال وهو يسمع كلامها ذاك يظن أنها ستساعده، ولكنها فاجأته ذات زوال بأنها ستؤويه مؤقتا. وكذلك غادر مطعم عباس، آوته في شقتها. كان كل همه أن يحصل على وثائق تتيح له الخروج بحرية للبحث عن عمل. ساعدته مينا في الحصول على عمل في ضيعة فلاحية على بعد نحو 30 كيلومترا من إشبيلية. العمل الفلاحي كان يجهده إذ لم تكن له به خبرة أو دراية. ثم اقترب منه من علم لاحقا أنه سمسار توسط له للحصول على وثائق إقامة. دفع لأجل ذلك كل ما كان قد ادخره، بل إنه استدان من مينا ما يكمل به مقابل وثائق الإقامة. لما حصل على تلك الوثائق حسب أنه عبر إلى بر الأمان، صار بإمكانه التنقل بحرية. ثم استطاع أن يستأجر شقة يأوي إليها، كانت تتكون من غرفة وحيدة وحمام ومطبخ. بين جدرانها كان يمضي لحظات تأمل وتفكير. في تلك اللحظات التي كان يخلو فيها إلى نفسه، قرر أن يتبع خطوات أناس كثيرين كان يراهم يستعرضون في الساحات العمومية بعض المهارات التي ظن أنه بإمكانه أن يكتشف مثلها في نفسه ويصقلها بالتمرين، حتى إذا ما تمكن منها اتخذ له مكانا بين الذين يعرضون مهاراتهم. على مدى شهور عديدة تمرن جمال بوعنقة على أن يتحول إلى تمثال، وعلى أن يصمد أمام كل الحركات التي قد يقوم بها البعض لإضحاكه. اكتشف الشاب أن لديه هو الآخر موهبة. ثم جاء اليوم الذي خرج فيه إلى الشارع. اتخذ له سروال جينز وقميصا
قام بصبغهما بلون نحاسي، واشترى من الصباغة من اللون ذاته ما يمكنه أن يضع منها على شعره ووجهه. حين ارتدى تلك الملابس للمرة الأولى في شقته ووقف أمام المرآة أصيب بدهشة. كان يبدو حقا كتمثال من نحاس. في اليوم الأول مضى إلى حيث كنيسة السلفادور. في ذلك الشارع يلتقي أناس كثيرون من المحليين والوافدين على إشبيلية. وقف بجوار جدار، ودون أن يكترث لحركة المرور من حوله ارتدى سرواله وقميصه ورش من الصباغة ذات اللون النحاسي على شعره ووجهه، ثم ارتقى سطل صباغة كان قد طلاه بلون النحاس أيضا. وقف على قدم واحدة، على قدمه التي يرفعها وضع كرة من البلاستيك لونها أيضا نحاسي. تمر الدقائق، بدا منظره يستهوي المارة، يصمد، يأتي إلى وجهه طفل ويقوم بحركات بهلوانية، ولكنه لا يضحك، يتصيد الفرصة ليرمش بجفنيه. على بعد متر على الرصيف وضع صحنا، ثم وهو يقف كالتمثال، بل إن منهم من كان يجزم بأنه تمثال جيء به إلى هناك لتزيين الشارع، بدأ بعض المتفرجين يضعون قطعا نقدية في الصحن. اكتشف أن قدرته على التحمل تزداد يوما بعد آخر، ثم مع مرور الوقت صار حضوره مما يؤثث المكان. كان ما يجمعه من تبرعات المتفرجين يمثل مبلغا محترما حين يقوم بعملية حسابية على امتداد الشهر، وكذلك اتخذها مهنته. ذات مساء بينما هو يقدم عرضه ذاك، رأى عباس صاحب مطعم الشاورما يمر من هناك. توقف قليلا ثم مضى. تقدمت نحوه امرأة بملامح عربية، كانت مع مجموعة من السياح. ألقت بقطعة يورو في الصحن، سمعته يقول لها شكرا، لم تصدق ما سمعته. التفتت، كانت تمثال مكانه لا يتحرك، ولكنها ما أن أدارت له ظهرها منصرفة حتى سمعته يقول لها شكرا يا بنت بلادي. التفتت مرة أخرى، التمثال مكانه لا يتحرك، ظنت أنها توهمت ما سمعته، فمضت ملتحقة بالمجموعة التي كانت معها. مرت سنوات ثلاث، بدا جمال وقد نسي مستغانم وزينة، ويوم تذكرها وبعث برسالة كان عليه أن ينتظر 3 أشهر قبل أن يأتيه ردها، كانت كما وعدته تنتظره.